النشرة الاقتصادية من القدس دوت كوم. أهلا بكم. قدم وفد من رجال أعمال غزيين أمس عرضا لرئيس الوزراء دكتور رامي الحمد الله لأهم القضايا والمشاكل التي يواجهها القطاع كانخفاض عدد الشاحنات والبضائع المدخلة إلى غزة خاصة بعد إغلاق الأنفاق، ما أدى إلى زيادة التكلفة بنسبة وصلت إلى 30% على البضائع المدخلة. وتطرق الوفد خلال زيارة رام الله أمس إلى أن كمية الغاز المدخلة لا تكفي لتغطية نصف احتياجات القطاع الذي يواجه أزمة حقيقية في مختلف مشتقات البترول، وطالب الحكومة بالضغط على الإسرائيليين للسماح بزيادة صادرات القطاع. بدأ عشرات الآلاف من الفلسطينيين منذ مطلع الأسبوع الجاري موسم قطف الزيتون في مختلف محافظات الوطن في موسم سيء إنتاجياً مقارنة مع المواسم السابقة لأسباب تتعلق بالحرارة ومرض أصاب أوراق وثمار الشجر. وعلى الرغم من إعلان وزارة الزراعة في الحكومة الفلسطينية يوم الجمعة المقبل الموعد الرسمي للبدء بقطف ثمار الزيتون، إلا أن المزارعين خرجوا مبكراً هذا الموسم لأسباب تتعلق بجني المحصول قبل أن يصاب الإنتاج كاملاً بمرض عين الطاووس. قال زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء المصري للشؤون الاقتصادية أمس إن القاهرة تأمل البدء في الكشف عن تفاصيل برنامجها الاستثماري للعام المالي الحالي في وقت لاحق هذا الشهر، مضيفاً أن دولاً خليجية وافقت على تقديم دعم مالي إضافي لمصر وعلى الاستثمار في مشروعات تدخل ضمن برنامج وزارتي التخطيط والمالية. وكانت السعودية والإمارات والكويت وافقت قبل أيام على إمداد مصر بحاجياتها من المواد البترولية حتى نهاية العام الجاري. أظهر مشروع الموازنة اليونانية للعام المقبل أن البلاد التي تعيش أزمة ديون منذ 6 سنوات ستسجل نمواً اقتصادياً العام المقبل بعد 6 سنوات من الركود، وذلك في أبرز مؤشر على أن اليونان خرجت من أسوأ مرحلة من مراحل أزمتها. ويتوقع أن ينمو الاقتصاد اليوناني بنسبة 6% العام المقبل نتيجة زيادة في حجم الاستثمار والصادرات، ومن المنتظر أن ينكمش هذا الاقتصاد بنسبة 4% خلال العام الجاري. وأخيراً أسعار العملات مقابل الشيكل.